الجزء الثاني حصل حاجه في منتهى الغرابه. انا كنت ظابط في الجيش وباجي لكم وانا ظابط في الاجازه وحاجات زي كده يعني. اتبعت لي استدعى من امن الدوله ساعتها. عن الدوله كان حاجه تخض يعني، لا اعتبارات سياسيه. في السبعينات، في الثمانينات، احنا كنا في الثمانينات 86 احنا كنا 86 بالظبط. ف انا عملت حاجه ان انا رحت رايح للمخابرات الجويه. يعني رحت الامن الوحده وبتاع ورايح متهما. في ايه؟ انا عملت ايه يا جماعه؟ مش حاجه. لا كان ليا انشطه سياسيه طبعا. بس لان انا ابن مدرسه وطنيه حقيقيه اللي هي اليسار المصري. ما ينفعش تبقى في الجيش وتشتغل سياسه. ما عندناش كده طبعا. ايوه ما عندناش كده. هذه المؤسسه العظيمه يعني. طبعا بيتم تجميدك. طبعا تجميد نشاطك تماما. فاستقر الامر ساعتها ان انا في المخابرات الحربيه خدت اجازه 10 ايام عشان كنت عشان العرض. انا جاي متهم. انتهى اللقاء طبعا، لقاء يعني غير حياتي كلها. أيوة. يعني أيوة. لانه فهمت ساعتها ان في فروق في الاداء بين الاجهزه وبعضها. أيوة. تماما. هذا العظيم اللي انا قعدت معاه قال لي بعد قعده كده يعني تم عصري فيها اختباري بشكل كتير، اختبار الوطنيه طبعا، الوطنيه في الاساس. فالحمد لله نجحت باكتساح. احنا عشاق البلد دي، وحضرتك من العشاق المتيمين بالوطن. بس قد نختلف في المناهج، لكن هي تبقى مصر. ما انا عارف طبعا. ما هو ده اللي انا عرفته طبعا، انه السلطه مش حاجه واحده. السلطه فيها ناس ربما تكون اكثر وطنيه منك، لان اللي حقق معايا ده اتأثر 3 سنين في اسرائيل. شاف فيهم عذابات انا ما شفتهاش. أيوة. انا يمكن كنت مهدد شويه في حريتي، انما ده 3 سنين في ايد عدو لا يرحم. مين الاكثر وطنيه؟ بس المواقع مختلفه. من هذا المهم انه كان الرجل ده العظيم ده بعد ما سمعني كويس قوي وتاكد من وطنيتي بشكل يعني مش هعرف، مش للاعلام. أيوة أيوة أيوة. يعني في حاجات مش اعلاميه. لا طبعا يعني طبعا. انما هو كان بيتاكد الاول انا راجل عقائدي ولا منهجي. انا شايف الاشتراكيه تصلح لنا اكتر. ده لا يعيبني. ساعتها بقى كانت طالعه فكره اي معارض يبقى ملحد، واي في 86 كان في الامور كافر، كانت الامور في الجامعه كمان كانت صعبه شويه. خلينا ننتقل لحاجه اقول لك بس في الاخر. طب. قال لي انت، انا ليا طلب عندك. قلت له انا بعمل اللي عادلون، بعملها بتفسير فلسطيني ومغير الاسماء وكذا قال لي طب انا ليا طلب يعني لو سمحت، انا عايز احضر العرض ده. الله. والله على الجمال. قال لي وحدة الضابط انت اجازه من مكتبي هنا 10 ايام لحد ما عشان تكمل الشيء العظيم اللي انت بتعمله ده. يا حبيبي. بس اعزمني في العرض يا حبيبي. خلينا نقل من العظمه دي على مستوى يعني شغلك مع الهواء لفكره ان ياسر ماهر يصبح فنان ذو مواصفات عالميه وياخد جايزه عالميه، مش جايزه واحده، في فيلم نايل هيلتون. نايل هيلتون. وبعد حصولك على الجائزة دي بشكل عالمي انت كنت زعلان ان لم يتم الاحتفاء بيك. هو ده عادة يعني، واضح انها بقت عادة عندنا يعني. يعني اقل حاجة المسرح اللي انا منتمي ليه. انت منتمي للمسرح القومي. يا سلام. يعني انا لو انا مدير المسرح القومي يبقى في حد عندي بيحقق حاجة هعمل له حفلة طبعا، واعزم السفير السويدي ويجي لك بضجه اعلاميه فظيعه، لان يعني المهرجان كان في السويد. وزي ما قلت لك انا عارف ان انا شغال عندكم. أيوة. عند الممثل. فيطلع ابداع فظيع في الاخراج ايضا. بس انا عارف. فهو لما المدير ده هيكسب من ورا المساله دي دعايه ضخمه للمسرح القومي. والحقيقه شيء مشرف ان يعني فنان مصري يحصل على جائزه في مهرجان عالمي. والحقيقه مش بس مسرحك اللي يحتفي بيك، هو المفروض كلنا نحتفي بيك لان انت بتمثلنا. انت ياسر ماهر المصري اللي حصل على جائزه تمثيل. ده حقيقي.